الذكاء والنعم. كنت أتعجب كيف أن الألم لا يصنع أي وجع، أو هو صنعه ولكنه فيما يبدو خبى ولم يعد في الذاكرة أي متسع له. الألم البعيد الذي وإن عاد فإنه لا يكون ألما بل ذكرى متوالية. الرواية الصفحة 223. يقف هذا المقطع من الرواية عند حالة الخوف التي استوطنت الذاكرة وأفرغت الأنفس من العواطف ومن الإحساس بالألم الذي خبى وتوارى في غياهب النسيان. وهكذا كانت فرصة الإنصاف والمصالحة قوة تفتح لمخاتلة هذا النسيان وبعث الذاكرة على الرغم من تجديد الآلام وبعثها. ويضيف أحمد النعمان قائلا: تمر السنين ويتحول النسيان إلى زمن يتوالى حتى لا تتعكر الذاكرة لمن ذكرها بموقف ما. صفحة 327 من الرواية. بهذه الكلمات الموجزة يشخص السارد وضع الذاكرة في سياق تاريخي كان يعمل على تجنب كل ما يعكر هذه الذاكرة أو يذكرها بما نسي أو تم العمل على نسيانه. ومن هنا كان ما قام به من جهد وبحث وكشف للحقيقة المطوية في الحفر حافزا نحو مخاتلة هذا النسيان وضخ ماء الحياة في ذاكرة التاريخ الميتة التي انفتحت أمامها سبل الإحياء والتجدد. تقول الرواية أيضا: المجلس لاعات للذاكرة، وهذه المخاتلة للنسيان تدشينا لذاكرة قطع الطريق مع مثارب ذلك الماضي. ومن ثم فإن التخيل الروائي وهو يشتغل في هذا النص يعيد مساءلة التاريخ المغربي المعاصر من زاوية إبداعية سردية تتوخى الحذر والموضوعية ما أمكن، لكنها لا تخفي الرؤية الإيديولوجية الخاصة بالسارد المهيمن في النص وهو أحمد النعمان. وهو سارد يحلل الوقائع ويسخر حين يقتضي الأمر السخرية ويدين حينما يتطلب الموقف الشجب والإدانة، كما أنه ينتقل كل الأطراف كلما دعت الضرورة نقدا لاذعا لا يستر رؤيته المتعاطفة مع اليسار وأهله ومع الضحايا الذين غيبهم النسيان، وكان السرد وسيلة لمخاتلته والانتصار عليه عبر الكتابة الروائية. يقول السارد في بوحه الناقد الساخر: تجربتي في المجلس علمتني ربما أن المستمع لا يحسن الإنصات وأن الضحية لا يستطيع أن يقول الحقيقة. والمصالحة ودوره في مساءلة التاريخ ومخاتلة النسيان وتأسيس ذاكرة المستقبل المضاف إليها أداة للمهمة أصل الرواية. التفاصيل الصغيرة التي قد لا تفيد شيئا في الذاكرة. من سيتولى الكتابة؟ ناهيك عن السؤال الذي قد يجرح التاريخ بأكمله بدون تعديل. الذاكرة أين توجد؟ وهل توجد أصلا؟ أولم يكن العمل الجبار كله في الحفر؟ تصور لو لم يكن الحفر بالجرافة، هل كان بمقدور العظام النخرة أن